We do nothing, we'll be bringing them out dead for sure. So you are expecting casualties? Yes, I expect casualties. سنة 2018 يا جماعة حصلت حادثة أو واقعة أو عملية قد تكون من أصعب وأقسى عمليات الإنقاذ، حادثة اجتمع فيها أكثر من 5000 متطوع من أرجاء العالم، غير الجهات الخاصة، غير الجهات المعنية، غير الجهات الحكومية، 5000 متطوع من أرجاء العالم. حادثة يا جماعة جدا جدا مؤثرة وتحبس الأنفاس للأمانة. خيل معايا عزيزي الوجيه، 13 شخص في تايلاند ما بين أطفال ومراهقين قرروا إنهم يدخلوا لأحد الكهوف العميقة جدا في تايلاند، يعني من باب المتعة والوناسة والاستكشاف، علما انه هذا الكهف تقدر تزوره في اي وقت طالما انك اتأكدت انه هذا الوقت المناسب للزيارة، او خلينا نقول طالما انه الاجواء مناسبة للزيارة والاستكشاف. الكهف هذا اسمه كهف ثام لوانغ وموجود في تايلاند، واللي يعتبر كمعلم سياحي وديني الى حد كبير. ويمكن لما اقول لكم كهف تتوقعون انه مجرد كهف او كأي كهف ممكن شفناه في الافلام والمسلسلات، ولكن احب اقول لكم يا جماعة انه الكهف هذا حاجة جدا جدا مختلفة، مش مجرد حفرة صغيرة كده في جبل، ولا مجرد حفرة عميقة في احد قمم الجبال. الكهف هذا يا جماعة عميق جدا جدا جدا، تخيلوا انه وصل طوله الى حوالي 14 كيلومتر. ولما اقول لك 14 كيلومتر لا تتوقع انه الكهف سيدة كذا تمشي لمدة 14 كيلومتر، لا، في طلوع، في نزول، في يمين، في يسار، في سعة، في ضيق، فيه جمال وفيه رعب، في نفس الوقت فيه حياة وفيه موت. يدخل ال 13 ولد هذولي الى هذا الكهف في يوم مشمس وجميل على امل انهم ياخذوا لفه سريعه داخل هذا الكهف ويرجعوا بيوتهم على العشاء، ولكن للاسف الطبيعه هذاك اليوم كان عندها كلام ثاني. بمجرد وصول ال 13 ولد الى منطقه معينه داخل هذا الكهف، واذا بالجو يعصف ويبرق ويرعد، وحبه حبه مع الامطار امتلأ الكهف هذا بالمياه وصار الخروج منه صعب، ومش بس كده الدخول إليه كمان صار أصعب. توصل الشرطة، توصل فرق الإنقاذ، يوصل الإسعاف، توصل جميع الجهات المعنية، ويبدأ السؤال الكبير والضخم ينطرح أمامك: هل الأطفال اللي داخل الكهف ما زالوا أحياء ولا لا؟ ولو كانوا أحياء كيف راح توصل لهم فرق الإنقاذ؟ ولو كانوا أموات كيف راح يقدرون يخرجون جثثهم؟ علما يا جماعة أني قرأت عن هذا الكهف بعد ما تابعت الفيلم، يشاع ويحكى، وأتوقع هذه المعلومة ذكرت كمان في الفيلم، يقال أنه الكهف هذا في المواسم، مواسم الأمطار، يمتلئ بالمياه ويظل ممتلئ لمدة 8 أشهر. يعني لو دخلت عليه واليوم الثاني بدأ موسم الأمطار ما راح تخرج إلا بعد 8 أشهر إذا قدرت تصمد، سواء تخرج كإنسان حي ولا كجثة. 8 أشهر. لو تتوقع انه الغوص حل، يعني نجيب فرقة غواصين وخلاص يغوصوا ويخرجونا هذول الناس العالقين جوا، احب اقول لك انه الموضوع مش مجرد غوص في بحر، ولا هو مجرد غوص في بركة سباحة، غوص داخل كهف مليان موية، وكهف مش سيدة زي ما قلت لكم، فيه طلوع، فيه نزول، فيه يمين، فيه يسار، فيه سعة، فيه ضيق، حاجة جدا مرعبة. ومن هنا يا جماعة تبدأ قصة هذا الفيلم الجميل والرائع، واللي صنفته بالنسبة لي واحد من أجمل أفلام 2022. ويب مثل ما قلت لكم الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية حصلت في تايلاند سنة 2018، مرة قريب، وأقولها لكم بالفم المليان يا جماعة، الفيلم لا يفوتكم، مرة رهيب، تقدر تشوفه مع أهلك، تقدر تشوفه مع أخوانك، طالما أنه الأشخاص اللي حوالينك أعمارهم فوق 15 سنة. أفتكر لما تابعت فيلم إيفرست وصفته بأنه فيلم يخليك تموت من البرد أو ترتعش من البرد، فيلم كذا كله ثلج في ثلج، قمم وناس تتجمد، شيء مرعب. فالفيلم هذا 13 Lives، أنا ما قلت لكم اسم الفيلم، اسم الفيلم 13 Lives أو 13 حياة، للأمانة جاب لي الكتمة وضيق في التنفس. تعرف لما أحد يقول لك أحداث هذا الفيلم تحبس الأنفاس؟ ترى حرفيا فيلم 13 Lives فيلم يحبس الأنفاس. وتعرفون يا جماعة لما تتابعوا فيلم من كثر ما هو مرة خطير من ناحية تصوير بعض المشاهد، يجي في رأسك دائما سؤال، صح؟ كيف قدروا يصوروا الفيلم بالطريقة هذه والشكل المرعب هذا؟ يا سلام عليك، هذا الفيلم راح يخليك تطرح نفس
هذا السؤال في دماغه، كيف أخرجوه بهذا الإتقان لدرجة أنه في مرحلة ما وبعض المشاهد من الفيلم ما حسيت أني قاعد أتابع فيلم، كأنه فيلم وثائقي، كأنه المشاهد اللي قاعد أشوفها دي شيء حقيقي قاعد يحصل فعلا. للأمانة تفوق المخرج في هذه الجزئية. الفيلم من إنتاج أمازون برايم، واللي جالسة تثبت لنا ما بين فترة وفترة قوتها في مجال الأفلام ومجال المسلسلات ومجال صناعة الأفلام والمسلسلات بشكل عام. أمازون برايم دخلت السوق هذا بعضلات جدا مرنة ولياقة جدا عالية، وهذا الفيلم يا جماعة واحد من أكثر الأفلام الجميلة الموجودة في منصة أمازون برايم. الفيلم من إخراج رون هاورد، ولعل أشهر أعماله كان فيلم A Beautiful Mind اللي نزل سنة 2001. فيلم جدا رائع بالمناسبة، في حال أنك ما تابعته حطه في القائمة، واللي برضو أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، ومن بطولة الممثل فيجو مورتنسن، واللي للأمانة أطربني بأداءه وتقمصه للدور في هذا الفيلم. دوره كان جدا رائع داخل الفيلم، والشخصية اللي مقتبس منها الدور جدا مثيرة للاهتمام. وبرضو شارك في بطولة الفيلم كولين فيريل والنجم الرهيب جويل إيجرتون، وللأمانة كل واحد منهم يقول الزين عندي سواء كتمثيل أو كمسيرة. حاجتين تعلمتها من هذا الفيلم يا جماعة ومستحيل أنساها. أول حاجة، مستحيل أدخل كهوف في حياتي إذا كانت من هذا النوع، حتى لو الشمس شاقة الدنيا وما في أي سحابة في السماء. لو تقول لي إنه في نهاية هذا الكهف بعد 14 كيلو تقريبا في سبايك ذهب، بقول لك لا يا أبوي، روح جيب السبايك ذهب لحالك، ما لي شغل. في مواقف ممكن تصير للإنسان، أوكي إحنا في طبيعتنا ممكن قليلين السباحة وقليلين التعمق في التفاصيل هذه، لكن ما تدري متى تحتاجها. وللأمانة يا جماعة، لو كانت قصة هذا الفيلم ما هي قصة حقيقية كان قلت عنه كليشي مرة. فكرة الرجل الأوروبي والأمريكي الأبيض الذي ينقذ العالم دائما. تخيلوا أنه ثلاثة غواصين جاءوا من غرب الأرض إلى شرقها علشان يساعدوا في عملية الإنقاذ هذه. معقولة تايلند ما فيها غواصين؟ معقولة آسيا كلها ما فيها غواصين؟ ياب، للأسف فيها غواصين، بس مش أي غواصين. العملية هذه بالذات تحتاج غواصين مرة فاهمين في الغوص. قلت لكم أنت متى قاعد تغوص في بحر، ولا في بركة مية، ولا في مسبح، ولا حتى في البانيو حق البيت. كهف مليان مويه، ضيق، وسيع، فوق، تحت، عميق، شيء مرعب. مش اي غواص يقدر يدخل هذا الكهف. فيب، ابطال هذه القصه الحقيقيه بالرغم من انه احداث الفيلم صارت في تايلاند، الا انه ابطال القصه هم أوروبيين وأمريكان. على كل حال يا جماعة، الفيلم للأمانة كان جدا ممتع وشيق، وأكرر يحبس الأنفاس. إذا عندك ربو تدخن كثير ما تتحمل الضغوطات، غالبا بعد هذا الفيديو بتروح تتابع الفيلم وترجع تحط ديسلايك. والله العظيم يا جماعة، أنا كنت على بعد خطوات من إني أسوي سكيب لبعض المشاهد، مش لأنه في تمطيط في الأحداث أو إنه الأحداث مملة، لا، كتمة. يا الله يا ساتر. أكثر الأشياء اللي تخوف بني الإنسان كده في العالم هي إنك تغرق أو تنكتم أو تتحاصر كده في مكان ضيق وما في مخرج. يا ساتر، الله يكفينا ويكفيكم الشر يا جماعة. عموما الفيلم متوفر بجودات جدا عالية على الانترنت، وتقدر برضو تتابعه عن طريق منصة أمازون برايم مباشرة. مدة الفيلم حوالي ساعتين ونص، وممكن بعضكم يقول يا عوجي ايش ده ساعتين ونص مرة طويل. والله شوف، هو يستاهل، لأنه القصة فيها تفاصيل مرة كثيرة. الموضوع مش عملية إنقاذه بس، لا، في تفاصيل مرة ثانية كثيرة، كيف ردود فعل الشعب، كيف ردود الإعلام، كيف ردود أهالي الناس اللي جوا محبوسين ذولي. وعن نفسي للأمانة ما حسيت بالوقت، عنصر التشويق كان جدا ممتاز في هذا الفيلم، وبناء الأحداث كان مرة مرن، وغالبا انت اذا تابعت الفيلم ما راح تحس في الوقت. الفيلم حصل على تقييم 7.8 على موقع IMDb، وانا شخصيا قيمته 9/10. فيلم جميل، ممتع، شيق، وكمان مؤثر. ويشهد الله علي، يشهد الله اني مسكت دموعي في اكثر من مشهد. واللي تابعوني في تويتش يعرفون ان دموعي هنا متكية على طرف رمشي، اي مشهد كذا يحزن لو تكى اصيح ابكي عادي، كلنا نبكي. ايوه صح. يعطيكم العافيه يا جماعه المشاهده، اضغطوا لايك على الفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات. كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.